هذا اسمه الرابش، سوق الرابش. كل شيء خربان، كل شيء خردة، رابش اسمه رابش. يعني نشتري أشياء خربانة، قطع مستعمل ممكن صالحة ممكن لا، أنتوا حظك. لما جيت بلشت أنا هنا بيع، بعد كنت أبيع تلفونات خربانة، شواحن، سماعات، بطاريات، كل شيء يتعلق بأجهزة الاتصالات. طيب بعدين كيف تطورت القصة؟ ما تطورت شيء، ما تطورت، هي نفس الشيء، أجهزة خربانة، شواحن، سماعات، واحد بده قطعة، بده قطعة عن جهاز زي هذا، برا حق 100 شيكل، هون بيجي بياخذوا ب 20 شيكل بيشيل القطعة اللي بده إياها. أنا عندي 5 أولاد وبنت، ونسوان 2، رزقتنا هون، إذا ما جينا ما في مرزق ثاني.